الله أكبر الله أكبر. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة، الآيتين المباركتين من سورة الإسراء، يشتكي من الإنسان. الآية ظاهرة في الشكاية، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. صيغة الشكاية، التعبير فحوى شكاية. الله رب العالمين يشتكي ليس من بعض الناس، من طبيعة الإنسان. ثم يعرض على كلام جدا مهم، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، يقول: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه الشاكلة عنوان شكاية الله تبارك وتعالى من الإنسان. الشاكلة أهم عوامل ضلالة الإنسان، وهذا قانون. رب العالمين يؤكد أن الإنسان محكوم أخيراً، شاء أم أبى. قل كل يعمل، يعني ماكو هناك خيار. الشاكلة تقود الإنسان شاء أم أبى. الإنسان ينحاز بشكل لا إرادي للشاكلة، هذه هي الطامة الكبرى. قل كل يعمل، بالنتيجة قانون، لا يمكن للإنسان أن يفلت نفسه ذاته من الشاكلة، هذه الطامة الكبرى. جاءت هذه التعابير في سياق شكاية الله تبارك وتعالى عن الإنسان. الشاكلة أخيراً تفرض نفسها على الإنسان، أخيراً الإنسان ما يتمكن، بالرغم من كل العبر التي يلتقيها، أخيراً الشاكلة تجري عليه. شاكلة شنو؟ هذه التي هي مصدر إغواء الإنسان. شنو الشاكلة؟ شاكلة قوالب نمطية في الذهن في كل إنسان. الإنسان هذه هي منبع المشكلة. هذه القوالب النمطية، هذه التركيبة الذهنية، شاكلة تركيبة ذهنية. الإنسان عنده انطباعات بالنسبة للأشياء، هذه الانطباعات
تقوده، شاء أم أبى تسيره هذه الانطباعات في كل أبعاد الحياة. هذه الانطباعات لا تدع له مجال خيار أبداً، ما يتمكن يروح يمين يسار. الانطباعات هذا قانون الله تبارك وتعالى يتحدث عنه، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه بصمة من الله تبارك وتعالى على أن هذه الشاكلة كلها في ضلالة. ربكم أعلم، هذه كناية والكناية أبلغ من التصريح. هذه القوالب النمطية اللاواعية اللاإرادية التلقائية في الدماغ، هذه مصدر الكارثة في الإنسان. هذه القوالب كيف تتشكل وكيف تقود الإنسان؟ تتشكل بشكل جدا بسيط، جدا بسيط. طريقة الإنسان منذ البداية في عائلته، في بيئته، في من حوله، بالنتيجة ينشأ على فتحالة. هذه الحالة ترتبط بكيفية نشأته، هذه الحالة تكون بكل بساطة القوالب النمطية التي تقود الإنسان إلى لحظة الوفاة. هذه منشأها، المنشأ جدا بسيط. فالعالم نمساوي معروف سنة 1970 كان عنده تعهد، هو متخصص متفوق في مجال السلوك، أنماط السلوك، عنده تحقيقات كبيرة مهمة. أنا ما أريد أستشهد بكلامه، أريد أقول أنه كيف أن القوالب النمطية تؤثر على الإنسان. فيه هو في مجال كيفية سلوك الحيوانات، يعتبر ما أنجزه، تعتبر تحقيقاته من أهم التحقيقات في مجال علم السلوك. ما أريد أجمم اسمه، على كل معروف، رجل كلش معروف. هذا يقول في هذا خلال تحقيقاته كانت عنده على جملة من الطيور، على الأوز والبط، أنه هذه الفراخ عندما تنقفس البيض، تقفس البيوض، بمجرد أن، شوفوا لاحظوا الشاكلة كيف تتكون، بمجرد أن تخرج إلى الحياة، أول شيء تشاهده تعتبر هذا الشيء منبع اتباع. لذا مثلا الشيء التي مثلا بسطال الإنسان المزارع، مثلا أجلكم الله، هذا الشيء يسموه بوتين على الاصطلاح الفرنسي، هذا الخف أجلكم الله النعال عالي الساق، هذا اللي مثلا في حالة موغل بالوحل، هذه عندما تنقفس البيوض تفتح عيونها على هذا الشيء، تعتبر هذا الشيء هو مصدر إلهام لها، تعتبر أم. من خلال هذه التحقيقات هناك إذعان من علماء السلوك أن الإنسان من ضمن هذه الحالة الحيوانية اللي موجودة فيه تتكون في داخله القوالب الذهنية اللا إرادية التلقائية بهذه الكيفية منذ النشأة. كيف ينشأ؟ هذه النشأة تعطيه انطباع بالنسبة إلى السلوك، يعني هذا الانطباع الذي يؤثر على السلوك. بالنتيجة الإنسان في، لاحظوا بالديوانيات لما هناك يصير حديث في أي واد الإنسان على كل حال يدخل يباشر الحديث، لاحظوا اختلاف هائل أكو في كل المجالات، في السياسة، في الاقتصاد، عندما تطرح قضية كيف هذه القضية فيها انطباعات مختلفة، تشوفون أكو ألف نظرية، أي قضية تطرح هذه النظريات المختلفة تشوفون ألف نظرية ليست واحدة منها تجتمع مع الأخرى، ألف نظرية في أي قضية تافهة أو أي قضية مهمة. هذا التنوع في الفكر، هذه هي الشاكلة، هذه هي مركز الكارثة. شنو معقول أن
الأمور تكون بهذه الدرجة من الاختلاف، وكل واحد هم يقاتل على نظريته. إذا هم ما يقاتل على نظريته في البحث والمراء، أخيرا عمليا قل كل يعمله ينساق. هذه مصيبة، أن الشيء الذي نشأنا عليه هذا ليس بالضرورة هو الدين، لكن أخيرا هذا الشيء الذي فتح الإنسان عينه عليه، صحيح؟ هذا الشيء يؤثر في حياته ويقوده. أين الحق؟ شنو الصحيح؟ هذه نزعات تتكون، هذه النزعات بشكل جدا بسيط، ولكن التخلص من هذه النزعات صعب للغاية. نزعة واحدة، قالب واحد، شاكلة واحدة، لا يمكن التخلص عنها يمكن طول العمر. لو الإنسان يعي يدرك أن مثلا التدخين مثلا، هذه ميول شديدة في النفس، هذا شيء يضره، هذا شيء يهلكه، هذا شيء يدمره، يدمر حياته، يدمر حياته العلمية، يدمر حياته الاجتماعية، يدمر حياته العائلية. يعي يدرك بس يتمكن، شاكلة في اللاوعي تتكون الشاكلة. المصيبة هنا أن الشاكلة لا تتكون في الوعي، فلذا لاحظوا هذا الخطاب، الخطابات الواعية في الإنسان لا تجدي. يعني شنو الخطاب الواعي؟ يعني الإنسان يكلم نفسه، يشوف شيء واعي، يشوف آثار مثلا المفاسد المترتبة على هذه الشاكلة، يحتك مع عبر كثيرة، لكن كلها تصنف بعنوان الوعي. يعني شوفوا، يقول لنفسه هذا الشيء مو صحيح، هذا الكلام كلام واعي. الأمر الواعي لا يكاد يؤثر على اللاوعي. إذا الشيء انطبع في اللاوعي، هذا بالخطابات الواعية ما يتغير. الشاكلة يعني لاوعي، الشاكلة يعني قوالب لا إرادية تلقائية لا واعية، هذا معنى الشاكلة. قل كل يعمل على شاكلته. هاي هنا مركز المصيبة. ليش الشاكلة تتكون بشكل سهل جدا ولا يمكن معالجة واحدة منها حتى بجهد مضني إلى آخر العمر؟ ليش؟ لأنه العلاج يكون عبر ماذا؟ عبر خطابات واعية. يعني يكلف نفسه، يقوم ينذر أنه بعد مثلا لا يتدخل، ينذر أن لا يستغيب أحد مثلا. هذه كلها أمور واعية. الشيء اللاواعي لاحظوا يحرك الإنسان بشكل تلقائي، ما تتمكن بشكل انضباط واعي تصلح الأمر التلقائي. يمكن أن تحد منه، يمكن أن لفترة زمنية مثلا تقف أمامه الشيء الواعي، يتمكن أن يقف أمام الأمر اللاواعي، بس ما يتمكن يعالجه. أخيرا الأمر اللاواعي يأخذ بخناق الإنسان ويدخله في القبر. أخيرا العادة ما يغيرها حسب المثل المعروف إلا الكفن، الكفن. الكارثة هذه القوالب، مركز سبب الكارثة أنها لا تتأثر. هذه القوالب الجانب الإيماني ما يأثر. الإنسان يجي للمسجد، الإنسان تمر عليه مثلا حالات مثل شهر رمضان مثلا، حالات معنوية جدا قوية رهيبة شهر رمضان، هذا فالطاقة تأثيرية بلا حدود. بس أخيرا يطلع من شهر رمضان أو في شهر رمضان، القيادة الموجودة في تلك القوالب لا زالت موجودة.
ليش؟ لأنه الفعل والانفعال، التدافع الموجود، تدافع مو ما في بينهم تكافؤ. هذا العامل القسري الذي يقف أمام الانحراف عامل واعي. إنسان شو يسوي لما في طبعه في داخله أكو حالات، أكو نزعات، هذه ما يفيد وياها الفعل الواعي. هي يركز ويلح ويصرح ويأكد ويتابع، متابعة، هذه عناوين كلها واعية، ما يفيد، ما يفيد. أخيرا الإنسان شهر يمتنع مثلا، شهرين، سنة، أخيرا يعود، يعود ويرجع إلى حالة أردى من الحالة السابقة، مو الشكل؟ هذه مصيبة، القوالب ما تتعالج، أبدا ما تتعالج، حتى واحدة منها ما تتعالج. الإنسان العصبي، شايفين الطفل العصبي 80 سنة عمره يصير عصبي، عصبي. هاي العصبية شنو؟ هاي قوالب، هذه نزعات، يعتقد أن في قبال من يعتدي عليه يجب، هذا لا واعي يعتقد، يجب أن يقابله. عنده فت عقيدة، التكبر على المتكبر عبادة، هاي عقيدة صارت صحيح، تحولت إلى قضية لا واعية. ما يتمكن مهما كان متواضعا، يحاول يشوف مناظر تواضع، أخيرا ما يتمكن، يفلت من التواضع، من التكبر، ما يتمكن. عقيدة، نزعة، عقيدة تتحول إلى نزعة، تتحول إلى قالب. وأخيرا الإنسان، هذه الحالات السلبية اللي موجودة، هذا الحالة التطاول اللي موجود، وتيرة الحديث، التعامل مع الحياة، تشوفون يقاتل على نظرية تافهة جدا، مثلا الخبز مثلا، مثلا يرفع السكر يوم يرفع السكر، يقاتل عليه، حاضر أنه يبحث 50 ساعة يناقش على قضية مثل هذا، مثلا هذه شنو؟ هاي نزعات، هذه طريق نزعة، يعني ميل شديد في اللاوعي، ميل. إذا شوفوا، إذا اللاوعي صار فيه ميل شديد، أبدا ما يمكن تغيير هذا الميل الشديد، لا وعي، لأن لا وعي مشكلته هاي الشاكلة اللي الله يتحدث عنها. إلا وعي مو متاح، مو في المتناول. أنت لما تقرر، أنت جاي تقرر في الوعي مالك. لذا دائما إذا أنت واعي، وإذا الضغط ما يكون عليك شديد تلتزم، بمجرد أن تغفل الطبيعة الأصلية مالتك، مالت الإنسان تظهر. هاي مصيبة اللاوعي، من يقدر يعالج اللاوعي؟ لذا بالنتيجة الإنسان يطلع من هذه الدنيا وهو عاجز عن معالجة قضية واحدة. منذ الطفولة تشوف رجل، طفل مثلا، ما ينطي الدمى مالته للأطفال الآخرين، بخيل، شوف عمره 80 سنة يصير يبقى بخيل منذ الطفولة. إنسان عجول، شايفين بعض الأطفال ما عنده صبر، عمره 80 سنة يبقى ما عنده صبر. منذ الطفولة تشوفون مثلا طبيعته جدا نرجسية، يصير عمره 80 سنة وشوارب ثخينة وطبعا نرجسي، تبقى الحالة، مع أنه الإنسان يتطور بشكل هائل، يتعاطى مع الحياة. هذا التطور يروح يركب ما أدري طيارة ويروح أمريكا ويروح الدنيا يشوفها، تتغير حالته، فقير كان يصير غني، الحالة تتغير، الظروف تتغير، التعاطي يتغير، العلم يتغير، يصير بروفيسور. بس تشوفه يبقى إنسان على حطته منذ الطفولة. هذا اللي تفقس، عندما تفقس البيوض تنفتح العين على هذه الحالة، هذه الحالة ما تتغير، ما تتغير. الإنسان الغير منضبط يبقى غير منضبط لو كان وزير، لو صار رئيس يبقى غير منضبط. مو بس غير منضبط في عائلته، الإنسان مثلا الإنسان الانفعالي، حالة الانفعالية فالحالة هذه ما تقدر تعالجها، تعي أن هذه الحالة الانفعالية تدمر حياتك. تدرون الإنسان لما ينفعل أكو هرمون يترشح، هرمون، هذا الهرمون يدمر البدن، يدري هذا الانفعال
يأتي على كل قواه، أخيرا يبقى انفعالي إلى لحظة موته. هاي الحالة، هذا الشيء يسوي فيها الإنسان. لاحظوا، فالقانون أكو مركز القوة، لاحظوا مركز القوة، إذا أكو فتكتلة قوية هائلة تعاديك قوة، هسه قوة جاذبة، صحيح؟ هاي قوة جاذبة تعاديك، تعادي الإنسان، ما تخلي الإنسان حر. الإنسان يحب يطير، ما تخليه، شو تسوي فيها؟ الطاقة الهائلة أنت لا تعاديها، لا تتناطح مع طاقات الحياة. القوى المكونة في الحياة لا تحاول تصرعها، ما تمكن، ما يمكن. هذا قانون. كيف يمكن معالجة هذه القوى المتركزة في الأنماط هذه القوالب؟ لا تيجي بالنذر، بالتصميم، بالحلف، بالإرادة، ما يفيد، أخيرا ما يفيد. لا تعالج السلوك، عالج ما وراء السلوك. لا تتناطح، لاحظوا أكو في الطاقة الإنسان آلاف السنوات يريد يطير، شو يسوي؟ شو يسوي؟ يروح يأخذ مجموعة من الرياش الطيور، يخليها بإيده ويروح على مرتفع، فيقوم يرف يرف يرف. شنو يجني؟ لا يجني من هذه الحالة، من هذه التجربة، إلا كسر الأيدي والأرجل، ما قدر الإنسان يطير. هذه طاقة، الجاذبة طاقة، لا تتعارض مع الطاقة، حاول تفشل الطاقة. يعني المركز القوة اعطيها فد شيء حتى هذه القوة تتفكك، فكك، لا تتناطح، لا تضرب راسك بالطاقة، راسك يتدمر. هذه الصلوات، هذه الصيام، الإنسان اللي يصوم، هذا الصوم غير الجوع والعطش، شنو يجيب الإنسان؟ هذه مو طريقة، هذا الصوم مو طريقة صحيحة لمعاداة النفس. النفس طاقة هائلة، ليش احنا نصوم؟ ليش احنا نصوم؟ تريد تعادي نفسك؟ هاي كيفية ما تنفع. الإنسان لما يصير وقت الإفطار يصير متكالب على الطعام أكثر من حالات غير شهر رمضان. شوفه يأكل بمقدار خنق، يأكل يشرب بمقدار روحه تكاد تطلع. هذه الحالة، هذا التشريع ليش؟ ما نريد على كل حال نتفلسف أمام الله تبارك وتعالى. هذا التشريع الغاية منه مو نفسه. ما يوم الإنسان أفلح في معاداته مع قوة هائلة، القوة الهائلة بحالة الضبط، ما تنضبط، ما تنضبط القوة. حاول، لاحظوا فد واحد، هذا فد الإنسان قلت آلاف السنوات، بعدين شاف ما يفيد، أخذ رياش مثلا العقاب، مثلا النسر لأن الريشة أكبر، وخلى على إيده، أهم حاول، هم ما جنى إلا الكسر في الأيدي والأرجل والرؤوس. بعدين شنو؟ حاول يربط بإيده مثلا خشبة طويلة مثلا، حتى هذه عدد الرياش وكثافة الرياش تزداد. هاي الخشبة هي ثقيلة، هي عبء، تصير شلون الإنسان يقدر يحرك هاي الخشب بشكل قوي؟ الطيور أدها فد قابلية، الجسم مالها بالقياس إلى الجناح لا يقاس، الإنسان جسمه ثقيل، هاي عضلات الإيد ما تتمكن، شنو؟ تقهر قانون الجاذبة، هاي الطاقة ما تنقهر، لا تقهرها. أخيرا الإنسان كيف تمكن أن يطير؟ اكتشف، لاحظوا، اكتشف أن السرعة تحول الجاذبة، يعني تبطل مفعول الجاذبة. الشيء اللي مثلا وزنه طن، هاي الطيارة وزنها طن، عندما توصل حركتها سرعتها إلى سرعة مثلا 500 كيلومتر في الساعة، 700 كيلومتر في الساعة، وزنها يصير وزن ريشة. ريشة هذا الطن، هذا 100 طن طيارة، 1000 طن. عندما تكون في حالة سرعة، العلماء قعدوا وفكروا كيف
يبطلون مفعول الجاذبة. هاي الطاقة لا تجي هي تضرب بوكس بالجاذبة، بالقوة الهائلة الطاقة الهائلة ما يمكن علاجها بالمصارعة. لا تصارع القوة، القوة ترديك. حاول تشوف كيف يمكن قهر هذه القوة، حاول تعطيها مادة، هذه المادة تفكك القوة، تتحول هذه القوة إلى لا قوة. ذاك الوقت تتمكن كل شيء تعمل. عندما الطائرة 1000 طن تتحول إلى وزن ريشة لما توصل إلى درجة السرعة، اكتشفوا العلماء، هذا معروف، عالم معروف على كل حال، اكتشفوا أنه من خلال هذا الاكتشاف تمكنوا أن شنو يقهرون قوة الجاذبة الهائلة، مو بكيفية الاستفادة من طريقة الطيور شلون، لا، لأن الإنسان ما يتمكن يستعمل طريقة الطيور، جسمه ثقيل، استعمل ووصل إلى القمر من خلال هذا الاكتشاف، هذا ووصل إلى ما وراء القمر أصلا. النفس طاقة هائلة، هذه النفس ما يمكن بالجوع والعطش والعزوف عن الشهوات تقدر تسيطر عليه، ما تتسيطر. في الروايات لاحظوا تأكيد هائل أكو، أنك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رب صائم، لا حديث النبي صلى الله عليه وآله، نص الحديث أقرأ، قال صلى الله عليه وآله رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ليس له من صومه. المعيار مو الجوع والعطش، هذه ممارسات حتى تعطي بعض الانطباعات، انت تريد تكون في جو خاص، هذا الجو يعطيك، هذا الجو، هذا مو علاج. البوتقة، تدرون البوتقة شنو؟ البوتقة هذا الإناء اللي يصهر فيه المعدن، بوتقة يذاب فيه المعدن. الإنسان ما يصير يخلي نفسه في بوتقة من الحر، من العطش والجوع، وأخيرا يتغلب على النفس، ما يفيد. هذه مجرد انطباعات، أكو غاية كبيرة من وراء الصوم، أكو غاية كبيرة جدا كبيرة. شنو هذه الغاية؟ روايات متعددة، حقيقة صدمتني، حقيقة تفاجأت جدا، أن الروايات متعددة أكو، أن الصوم لم يكن يشرع على الأمم السابقة، بالرغم من آية قوله تعالى كتب على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. روايات متعددة، في الصحيفة السجادية أكو أدعية في هذا المجال، أن الله، حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إن الله لم يشرع الصيام، هذا نص الحديث، لاحظوا قال صلوات الله عليه إنما فرض الله الصوم صوم شهر رمضان على الأنبياء. لاحظوا الآية، الرواية هالشكل، قال الصادق عليه الصلاة والسلام إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا. قال الراوي يقول قلت له فقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال عليه السلام إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم كما كتب على الذين من قبلكم، مو على الأمم من قبلكم، كانت شريعة الصوم هذا الواجب كان، ففضل الله به هذه الأمة وجعل صيامه فرضا على رسول الله وعلى أمته. صل على محمد وآل محمد. أعطى للأمة، أمة النبي صلى الله عليه وآله، شنو؟ قياس الأنبياء. حقيقة هذا رواية فخر، هاي رواية يذكرها الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضر، على كل رواية واردة في عدة من الكتب لا يحضره الفقيه. في الصحيفة السجادية لاحظوا في الأدعية الواردة، من جملة الأدعية نص صريح واضح، لاحظوا من دعائه عليه السلام في وداع شهر رمضان، شوفوا العبارة ثم آثرتنا إلهي به على سائر الأمم، آثرتنا به
واصطفيتنا اصطفاء، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله، في أدعية الإمام السجاد صلوات الله عليه في الصحيفة السجادية. هذه خاص بهذه الأمة، هذه الخصوصية شنو؟ لاحظوا الروايات المتعددة عن أمير المؤمنين، عن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، عن سائر المعصومين، أن تشريع الصوم الهدف الأساسي منه هو شنو؟ الإخلاص. الإنسان ليش يصوم؟ ليش شهر رمضان؟ هذا سلوك حتى شنو؟ شوفوا الإخلاص قضية لا واعية، الإخلاص قضية ترتبط في الجانب الداخلي في النية، ما يرتبط موضوع بالسلوك. أهم هدف من وراء شهر رمضان أن الإنسان يكون مفاهيم الإخلاص عنده. إخلاص يعني شنو؟ إن إخلاص إلى الله تبارك وتعالى. قل، شوفوا هذه قل، هناك قل كل يعمل على شاكلته. الله لما يخاطئ يقول قل، يعني هذه قضايا تكاد ترتبط بأمة النبي صلى الله عليه وآله. قل يعني هذا معناته، قل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. الأنبياء كم من موعظة أتوا بها، آلاف المواعظ. الله تبارك وتعالى يقول للنبي يا رسول الله الأمتك أنا عندي موعظة واحدة فقط، هذه نقطة الانطلاق، هذه هي النقطة التي إذا تمكن الإنسان من تكوينها في داخل اللاوعي خلاص تنتهي. قرآن كريم يقول أعظكم بواحدة، موعظة واحدة، هذه أم المواعظ. الإنسان لازم يعي ويقرر ويفهم ويدرك حتى ينطبع في لاوعيه أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. احنا ننطلق من كل المنطلقات، دائما نعول على شنو؟ على فلوسنا، على شبابنا، على ارتباطاتنا. اذا عندنا حاجه في الحياه عندنا امل على شنو؟ على كل هذه المفاهيم الزائله الزواله. وين الله؟ وين الله؟ ماكو الله، ماكو الله. هذه نزعه صحيحه هم. على كل حال الله في القران يقول وأتبع سببا، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. هناك أسباب لا خلافة، يعني ماكو معادات مع هذه الأسباب. لاحظوا المشكلة في شنو؟ في الانطباع، هذه المشكلة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء على صخرة الصماء. بعدين يقول وإن من الشرك تحويل الخاتم لأن يتذكر. سبحان الله، يعني لما الإنسان ينقل الخاتم من إيد لإيد حتى شيء يتذكره، هذا الشرك. ليه الشرك؟ طلعنا سلفيين صرنا، شنو هذا؟ مش دعوة. هذا مو معناته أن هذا العمل هو شرك، لا، اعتمادك على أنك إذا تريد تتذكر شيء لازم تنقل الخاتم، هذا اعتماد. القضية مو في السلوك، فتخطأ اللي طلعوا بيها طاحوا فيها ويصرون أن يقعوا فيها السلفيون، أن الشرك يفسروه مفهوم سلوكي. الشرك مو سلوك، الشرك ما قضية نية. إذا أنت تعتمد، الإنسان ما في مانع لما يتمرض يروح للطبيب، والله في القرآن يقول وإذا مرضت فهو يشفين، هذا مو شرك، هذا سلوك. أما في قرارة نفسك لازم تدري الشفاء ما يجي من المريض من الطبيب، يجي من الله. إذا نقلت الخاتم الإمام الصادق يقول تحويل الخاتم هذا من الشرك،
هذا مو معناته أنه هذا العمل، هذا العمل الله تبارك وتعالى يقول أتبع سببها، هذا سبب، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، هذا سبب للتذكر. ولكن لازم تدري إذا المليون خاتم نقلته والله ما راد أنت تتذكر تنسى، إذا جاء القدر عمي البصر. القضية قضية عقيدة مو قضية سلوك، إنسان من حيث السلوك لازم يتشبث بكل القوانين الكونية. من عاديها إحنا؟ إحنا من عادي قوانين كونية؟ اقعد ببيتك وخلاص اتوكل على الله، لا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، روح اسعى، بس اعرف في وقت اللي جاي تسعى تبذل جهد تذبح نفسك في الحياة، اعرف أن كل شيء بيد الله، ما بيدنا شيء إحنا. أخيرا إذا الله أراد الله هذا السعي ينتج، ما أراد الله مليون سعي ما في ثمن أبدا. هيك هو ليش لعد نسعى؟ ليش لعد نقعد ببيتنا إذا هالشكل؟ هذه إرادة الله. الله قايل أنت روح اتعب في السوق، اتعب في مجالات الحياة، غمار الحياة، روح خذ غمار الحياة، خشش راسك في الطوفة، روح روح افتح طريق، روح حاول، اقعد خطط. ولكن شوفوا مجاليا هذا خلط يحصل فيه، هناك مجال حياة، مجال الفعل والانفعال، مجال الأسباب والمسببات، هذا لازم الإنسان يأخذ كل الأسباب والمسببات. ولكن أكو هناك مجال آخر، قرارة النفس، لازم الإنسان يدري ما بيدنا شيء إحنا، والله إحنا تايهين. إذا ما كان هذا القرار تدري شنو يصير؟ يصير سلوك، يصير جهد مضحوك عليه. الله في القرآن يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، هذه فتحالة، الله يستهزئ بالبشر. إذا الإنسان حاول يحرك عضلاته من دون هذا الوعي، من دون هذا الإدراك الذي يكون منشأ لا وعيها، الإنسان من لازم يدري هذا الشيء أنه ما بيده شيء، إحنا ما بيدنا شيء، الإنسان فاعل مختار، بس أخيرا والله ما يؤدي جهده إلى أي شيء، بيد الله كل شيء. لعد ليش هاي العفسة؟ ليش هالهوسة؟ ليش هالقد إنسان يخشش راسه بالطوفة؟ هذه الله قانون، الله يقول روح أنت روح اشتغل والباجي علي. هذه الباجي، هذا المقدار الإضافي، هذا لازم نعيه في شهر رمضان من خلال الجوع. الجوع مو أنه يريد يدخلنا في بوتقة يصهرنا فيه مثل ما تصهر المعادن تذاب في البوتقة، لا. ليش إحنا ناكل عطش؟ يعني نتجرع عطش وجوع وحرمان وحر وأذية، ليش؟ مو من أجل أنه نغير نفسنا، لا، حتى ندرك، بس درك، بس انطباع. هذا الدرك مثل الشيء اللي ينفقس في لحظة الانفقاس، البيضة، لازم يصير انطباع، إحنا والله ما بيدنا شيء، إحنا ما بيدنا شيء. إذا هم نتحرك لازم في آخر نيتنا نقول إلهي أنا سويته، أنت قلت تتحرك، إلهي أنا ركضت، أنا جهدت، أنا حاولت، ابني ما أقدر أربي، إلهي إلهي أهلي ما أقدر أغذيهم، ما أقدر أنفق عليهم، إلهي الرزق بيدك، العافية بيدك، العلم بيدك، الإيمان بيدك، إلهي ما بيدي شيء. هذا شوفوا هذه النية، هذا الكلام اللي تخاطب ربك، لازم الإنسان يوصل إلى هذه النتيجة، أننا أسراء، إذا تحركنا من دون هذا الوعي مضحوك علينا، الله مستهزئ بينا، تشوفه 100 سنة يركض أخيرا على حطته مغرز بمكانه، هذا مو مضحوك علي الإنسان؟ ليش الله يضحك علينا؟ الله قال لك يفهمك الحياة مو بإرادتك، الحياة مو بإرادتك، الحياة معقدة، أنا لازم أرتب لك الأمور في كل شيء، حتى في أبسط الأمور اتوكل علي، خلي قلبك علي، خلي إيمانك علي. هذه روح شهر رمضان، شهر رمضان. راجعوا الروايات، أقرأ لكم نص الحديث، كلام أمير المؤمنين والزهراء صلوات الله عليهما، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فرض الله الصيام ابتداء
ابتلاء للإخلاص، ابتلاء لإخلاص الخلق. هذا نهج البلاغة. وقالت صلوات الله عليها الصديقة الكبرى: فرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص. أكو إخلاص الحمد لله، المؤمن مخلص عنده إخلاص، ولكن هذا الإخلاص مضروب، متضرر بشنو؟ متضرر بهاي الحالة المادية في الحياة. شيء الإنسان لما يفتح عينه على الأسباب والمسببات، يشوف فلوس يجلب شنو؟ عزة، يجلب كرامة، فلوس يجلب راحة. هذا إنسان فتح عينه على هذا، خلاص يعطي المعايير كلها لهذه المفاهيم، مع أن هاي المفاهيم كلها تافهة. أبدا ماكو يوم المال والجاه يجلب للإنسان العزة، كل شيء بيد الله. هذا ندركه، بس مع الأسف هذا الشيء الإدراكي مغيب، مغيب في حياتنا، في وعينا وفي لا وعينا. لاحظوا إذا فد مرة الإنسان تجي فد سالفة شديدة، شو يسوي؟ رأسا يفكر شنو الأدوات، شنو العوامل المادية، وين الله؟ ماكو ألف عامل مادي الإنسان يفكر به، بس الله ولا مرة لحظة واحدة يفكر به. هذا الشرك. الشرك معناته هذا، مو الشرك أنه الإنسان يبوس ابنه، يبوس الكعبة، يبوس الضريح مثلا، هذا السلوك. الشرك مو هذا، الشرك في قرارة نفسك. إذا ذرة تعول على غير الله، الله تبارك وتعالى حديث قدسي: لأقطعن، العياذ بالله كلمة والله تفجر القلب، لأقطعن أمل كل مؤمل غيري. لا تأمل على شيء في الحياة، حتى على ابنك لا تأمل. أقرب الناس يخونك، أقرب الناس ما يفيدوك. لأقطعن أمل كل مؤمل غيري. أسأل الله تبارك وتعالى بحق هذه أيام الفضيلة، هذه الليالي وهذه البركات الإلهية، أن لا يخرجنا من هذا الشهر الفضيل إلا بمنح هذه الصفة، هذا الطبع، تحويل هذا الطبع إلى لا وعي حقيقي. الإدراكات الأساسية أن نقوم فقط وفقط لله تبارك وتعالى، ولا نكون أي اعتماد ولا تعويل على أي شيء دون الله تبارك وتعالى ودون أهل البيت، وهم عدل الله، وهم الذين أمر الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. Oh.